لو جمال سليمان قرر العودة لسوريا والمشاركة في الدراما السورية، مصيره هيبقى السجن أم الترحيب؟ أنا لو رحت سوريا هيبقى مصير السجن، لكن إن شاء الله هنرجع سوريا بس سوريا المختلفة. ومش هتتسجن في سوريا؟ آه طبعاً لا، هنرجع مواطنين سادة محترمين أحرار في بلد ديمقراطي، مش اسمها سوريا الكذا، اسمها سوريا فقط، سوريا لكل السوريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو الطائفية أو الدينية. دولة ما فيهاش نظام شمولي لا بصفة إسلامية ولا بصفة غير إسلامية، بين قوسين علمانية، هو مش علماني خالص بس يعني ما فيش استبداد. ربنا يحفظ سوريا وكل السوريين اللي برا سوريا واللي جوا سوريا. آمين يا رب.